هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي وطلابي طلاب جريد 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبحيي المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة قناة دروس رياضيات فصل الله. ان شاء الله هستكمل كورس الماس الخاص بجريد 1، هناخد الليسونز 66 and 67، بتتكلم عن حاجة اسمها الاوردينال نمبرز، الاعداد او الارقام الترتيبية. طيب يا مستر، ايه اهم الفوكابولري اللي هتكون معانا ان شاء الله في الليسونز دول معانا النهارده ان شاء الله؟ كلمات مهمه جدا جدا لازم ابنك يحفظها بالترتيب، زي ما حافظ 1 2 3 4 5 6 هيحفظ برضو الاوردينال نمبرز بالترتيب. طيب ايه هم ايه اهم الكلمات اللي معانا النهارده ان شاء الله؟ طبعا اهم الكلمات معانا كلمه فيرست. فيرست دي معناها الاول. طيب مثلا لو هقول ان انا مثلا هصحى الصبح، اولا انا هصحى الصبح، the first في الاول كده في البدايه الاول، I wake up انا استيقظ. بعد كده the second الثاني، second هنعمل ايه؟ ثاني حاجه هنعمل ايه؟ I wash my face هنغسل وشي. ثالث حاجه هنعمل ايه؟ third I eat the breakfast انا هنتناول او اكل الفطور بتاعي. تمام، يعني احنا بنستخدم طبعا لو سالنا مثلا الاوردينال نمبرز احنا بنستخدمهم في ايه في حياتنا، ممكن نقول helps us to tell the order of things، يعني في ترتيب الاشياء نقدر نعبر بيهم عن ترتيب الاشياء. مثلا انا الاول I am the first انا الاول، مثلا انا الثاني I am the second. انت طلعت الكام يا شاطر على المدرسة السنة دي؟ لا انا طلعت الاول يا مستر عشان انا شاطر جدا جدا في الماث. طبعا طلع الاول، يبقى هقول ايه؟ هقول I am the first انا الاول، انا ايه؟ الاول. اوكي مفيش مشكلة. طيب ايه اللي هيحفظه ابني بالترتيب؟ اهم الفوكابولري اللي معانا النهاردة كلمة first، بعد كده كلمة second، طبعا لو لاحظنا طبعا هنتعلم الاختصارات دلوقتي، بعد كده third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth، لو لاحظت بنضيف حرف الس في الاخر. طب تمام، اهم حاجة يحفظ الكلمات دي كويس جدا جدا جدا، وبعدين لازم يعرف الاختصارات بتاعتهم. ايه الاختصارات بتاعتهم؟ بص يا سيدي، سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا، انك احفظهم بسهولة جدا جدا. اول حاجة كلمة first، لو لاحظت الاختصار بتاعها بكل بساطة 1، وهنحط جنبه كده ST، لاحظ ان انا اخدت اخر حرفين، اخر حرفين من كلمة first كتبتهم جنب ال 1، 1 ST معناها first او الاول، second يعني الثاني. لو لاحظت ان انا كتبت 2 وجنبها ND اخدت اخر حرفين من كلمة second. طيب third كتبنا 3 وبناخد اخر حرفين من كلمة third اللي هي RD، fourth يعني الرابع، fourth اللي هو الرابع هنكتب 4 وناخد اخر حرفين اللي هما TH، fifth الخامس هناخد اخر حرفين اللي هما TH ونكتب 5 جنبها، sixth طبعا السادس هناخد نكتب 6 وناخد TH طبعا اخر حاجة، وهكذا السيفنث والايث والناينث والتنث. اوكي اوكي، ودلوقتي هنروح لكتاب المعاصر عشان نبدا نحل مع بعض. طبعا لاول ما تتابعوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وهنروح دلوقتي لكتاب المعاصر. معايا طبعا الحلقات ظاهره قدامكم، هنبدا نشرح امتى منهج جريد 1. يلا بينا نروح لكتاب المعاصر ونبدا نحل في كتاب المعاصر، احنا شغالين من كتاب المعاصر ويلا بينا. طبعا حبايبي شطار، lesson 66 and 67 ordinal numbers. Ordinal numbers help us tell the order of things، يعني بتساعدنا ان احنا نرتب الاشياء، وعرفناهم وقريناهم كويس، وقلنا الاول بقول عليه first والاختصار بتاعه 1st، باخد ال 1 اكتب 1 اول يعني 1 واضيف اخر حرفين عندي اللي هو الاس والتي 1st، second يعني الثاني واضيف اخر حرفين 2 وحط جنبها ان دي، ولازم ابنك يحفظهم بالترتيب، third يعني الثالث، fourth الرابع، fifth الخامس، sixth السادس، seventh السابع، eighth الثامن، ninth التاسع، tenth العاشر. ولو لاحظت حبايبي الشطار ان هنا 6 هنضيف 6 واضيف لها بس تي اتش، 7th 7 واضيف لها تي اتش، 8th 8 واضيف لها بس الاتش، واخيرا 9th هي 9th مختلفه شويه، الاي مختفيه طبعا، هكتب 9 بس اشيل الاي واضيف تي اتش،
والتينث برضو اكتب تين واضيف تي اتش. تمام تمام لازم ترجع احفظهم. وبالاختصار بتاعهم يلا بينا نبدا عشان نحل الاكسرسايز بتاعتنا هنا حبايبي شطار. اكزامبل نمبر 1 بيقول لي رايت ذا اوردينال نمبر اوف ايتش، يعني اكتب الترتيب لكل واحد. طبعا هنا الولد ده البوي ده طبعا فيرست الاول، سكند الثاني، ثيرد الثالث، فورث الرابع، فيفث الخامس. طبعا هو الترتيب بكل بساطه. Example number 2 قول لي circle the item which match the given position start from the row، يعني ابدأ من السهم. انا عايز 5th، 5 معناها 5th. تمام يعني انا عايز ال 5th، يعني عايز الخامس. يبقى نبدأ first، لازم ابنك يحفظهم بالترتيب first second third fourth fifth. يبقى انا عايز 5th semester، يبقى اخد ده. تمام هنا 1 ST 1، يبقى انا عايز first طبعا 1 الاول، يبقى خلي ابنك يحفظهم 1 المقصود بها الاول يعني first، 1 ST يعني الاول. تمام first انا عايز first يعني عايز الاول، يعني هنا 1 يبقى عايز الاول. طب third 3 يبقى عايز الثالث، third يبقى first second third، يبقى هاخد دي. هنا sixth 6 يبقى انا عايز ايه الثالث، first second third fourth fifth sixth، يبقى ناخد دي. تمام عايز ايه second الثاني، يبقى هاخد ايه دي. طبعا سهله جدا وبسيطه جدا جدا. يلا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعي هنا حبايبي شطار. اكسرسايز نمبر 3 اوردر نمبرز اول ليسونز طبعا 66 اند 67 ماتش، ماتش يعني وصل. انا عارف ده الاول يبقى فيرست، يبقى الاول اللي هو 1 يبقى فيرست، الثاني اللي هو 2 اللي هو سكند يعني الثاني، ثيرد الثالث، فورث الرابع، فيفث واخيرا الخامس. color cars according to the codes، يعني شوف الكارز واكتب طبعا لون الكار على حسب الكود بتاعها. طب which car is the first، يعني انهي سياره هي الفيرست الاولى، يبقى عندي الفيرست هلونها بايه باليالو، يبقى دي المفروض تتلون ايه باليالو اللي هو ايه الاصفر. يبقى انا هوصله لكم حبايبي الشطار وانتم لونوا براحتكم. بعد كده number 2 where's number 2، دي number 2 يا مستر. number 2 المفروض تاخد ايه، تاخد الاورنج، يبقى تلون دي بالاورنج. طب نمبر 3 اللي هي ثيرد، ثيرد المفروض الونه طبعا هنا وير ثيرد 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 هلونها بريد، يبقى المفروض ثيرد يتلون بريد. فورث الرابع هنا المفروض يتلون بالبربل. تمام فيفث الخامس المفروض يتلون عندي بايه يا حبايبي الشطار بالبلو. بعد كده سيكث اللي هي السادس المفروض يتلون ببينك. فاينالي اخر حاجه السيفنث اللي هو السابع المفروض تلون بالجرين. تمام انتوا لونهم براحتكم مش هلون. طبعا طبعا هنا بيقول لي رايت ذا اوردينال نمبر فيرست سكند ثيرد، بس هنا عايزهم بالاختصار بتاعهم. طبعا ده الاول هكتب فيرست 1 يعني اول وجنبه اس تي اخر حرفين من كلمه فيرست. الثاني يبقى هنا سكند المفروض هنا في سكوير، طبعا هكتب في السكوير. تمام سكند اللي هو الثاني 2 واضيف كلمه ان حرفين بتوع ان دي يعني الثاني. ثيرد الثالث يبقى نعمل 3 ونضيف ار دي اخر حرفين اتنطقوا معايا ار دي ثير ر د، يبقى هكتب ار دي. هنا ده الرابع فورث يبقى هكتب 4 وتي ث يعني معناها تي اتش، فورث يعني الرابع 4 وجنبها تي اتش. طبعا اخيرا فيفث الخامس هكتب 5 وجنبها تي اتش. اوكي اوكي هنا ماتش هو ات ذا فيرست، طبعا ذا فيرست طبعا مين الفيرست هنا سيلفيا ايه از ذا فيرست، عشان كده وصلنا سيلفيا ايه فيرست بالاول. طب مين ده جون، جون هياخد سكند يعني الثاني يبقى هاخد سكند. ده ثيرد كريم ثيرد يبقى هاخد ثيرد. طبعا هنا الهام هتاخد فورث، هنا احمد هيبقى فيفث. اوكي اوكي نيكست بيقول لي رايت ايتش بيرسونز اوردر ان ذا لاين. طب تعال نبدا طبعا the first the second the third fourth fifth. اوكي اوكي نمبر 1 تعال نكمل مع بعض. هنا طبعا ده اللي لابس الكاب ده ده first، where is first هنا الفيرست اللي لابس كاب هكتب قدامه هنا first او في السكور بتاعه first يعني الاول. طب مين second الثاني طبعا دي، طب فين دي فين دي فين دي اللي شعرها طبعا بلاك، يبقى ده دي second الثانية نكتب هنا كلمة second. ثيرد الثالثة اللي هي طبعا شعرها طبعا اورنج شبه الاورنج كده، مش عارف ازاي شعرها عامل كده، يبقى نعمل ثيرد الثالث. طبعا حبايب الشطار طبعا فورس اللي هي البنت دي معمولة هنا فيش مشاكل فيها. فيفث اخيرا
ايه هو الولد ده؟ يبقى هنعمل فيفس يعني الخامس. اوكي فيفس. اوكي يلا نخش بقى على الاكسرسايز اللي بعد. هنا في الاكسرسايز ده حبايبي الشطار بيقول لي سيركل ذا ايتم ويتش ماتش ذا جيفن بوزيشن ستارت فروم ذا ارو. تمام يعني هنا بيبدأ من السهم ده. اوكي سكند سكند يعني عايز الثاني، يبقى فيرست سكند. تمام هاخد السكند. فورث عايز الرابع، يبقى 1 2 3 4. فورث يبقى هاخد الرابع. فيرست سكند ثيرد فورث، يبقى دي فورث. لما فورث اول ما تشوفها معناها ايه؟ الرابع، يعني تفتكر الفور، يبقى تقول 1 2 3 4، يبقى هاخد دي. هنا فيرست، فيرست المقصود بها الاول، يبقى فيرست. تمام هنا ثيرد المقصود بها يعني قريبه من كلمه 3 يعني الثالث، 1 2 3 اللي هي first second third، يبقى اخد ايه؟ الثالث. هنا sixth السادس، طبعا هنا طبعا قريب من كلمه 6، ممكن ابنك طبعا يعمل كاونت عادي 1 2 3 4 5 6، بس احنا عايزينه يفهم في الحاله دي هي first second third fourth fifth sixth. اوكي اخر حاجه fifth الخامس، first second third fourth fifth، عودوا ان هو ايه؟ يعدهم بالترتيب، يعملهم او يقراهم بالترتيب. اوكي circle the words that tell the correct order of the circled picture starting from the arrow the first one is done for you. طبعا الاول بيعمله عشان بس يوريك، بعد كده انت تبدا تحل لوحدك. هنا عامل لي circle على اللي عليها circle دي بتمثل ايه؟ هنبدا من هنا first second third fourth fourth، وهي جايك طبعا 1 2 3 4 يعني fourth. اوكي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 9th. تمام فهمناها كويس حبايب الشطار، بس احنا هنقراها ايه؟ first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth. اوكي هنا first second third fourth fifth، يبقى هاخد ايه؟ fifth. وممكن ابنك يقول 1 2 3 4 5، يبقى دي fifth. بس كده سهله جدا وبسيطه جدا جدا. first second third، يبقى هاخد ايه؟ هاخد third حبايب الشطار 1 2 3 4 5 6 7. طبعا 7 معناها ايه؟ لو هناخد الاوردينال نمبر يبقى 7th. 7th. اوكي طبعا هنا first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth، يبقى هاخد ايه؟ 9th. first second third fourth، يبقى هاخد ايه؟ 4th. اوكي first طبعا ده ايه؟ first. اوكي next exercise complete. طبعا انا مش شايف الجمله كويس. the first is done for you. تمام يعني اكمل. بيقول لك اللي عندك اليالو بوت المركب الاصفر ده ايه ترتيبه الكام؟ احنا قلنا first second، يبقى second الثاني، يبقى second بنكتبها ازاي؟ الاختصار بتاعها 2nd واكتب كلمة second. اوكي طب بعد كده الريد دي ريد، لا الاورنج، الاورنج اوكي هي مين اورنج يعني بيقصد الاورنج. اوكي نشوف الاورنج first second third fourth fifth sixth. تمام راح كاتب ايه؟ 6. طبعا هنا نكتب هنا 6. اوكي 6 وهنا بيقصد بيها 6th اخرها th 6th. اوكي ده الاختصار بتاعها. تعال كده للجرين، الجرين عندي first second third، هنا عايز third يبقى 3 ونضيف اخر حرفين منها third or d ونكتب third right third. اوكي بعد كده يلا نشوف اللي بعده الريد الاحمر. طبعا first one is city، one is city ابنك لازم يعرف الاختصارات كويس، one is city ونكتب كلمة first right first. اوكي بعد كده تعال نشوف اللي بعده البلاك. طبعا البلاك first second third fourth fifth sixth seventh، يبقى نكتب 7 و th نكتب 7th هنا في th اخر. اوكي بعد كده البينك first second third fourth fifth sixth seventh eighth، هنا نكتب 8 th نكتب ايس. تمام بعد كده اللي بعده اللي هو البلو first second third fourth، هنا نكتب 4 th نكتب 4th. اوكي اللي بعده اللون ده اللي بعده تقريبا هو براون او حاجه زي كده first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth، يبقى هنا ايه؟ 10th، يبقى اكتب 10 th. اوكي ونكتب 10th. طبعا اللي بعده بالشكل ده اللي هو ده first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth 9th واكتب كلمة 9th. طبعا 9th ما فيهاش ليه. اخر حاجة الشكل اللي قدامنا ده purple first second third fourth fifth fifth نكتب 5th
ونكتب فيفس. أتمنى الناس تكون فاهمة كويس وواضحة المعلومات معها. بعد كده write the order of the underlined figure. طبعا اكتب الترتيب بتاعك اللي عاملين عليها خط تحته خط أو عاملين عليه دي سيركل. طبعا هنا first second third fourth، هنا fourth يبقى نكتب كلمة fourth، four واضيف لها th واكتب four th، آخر حرفين عندي th عشان كده كتبت four th. first second third fourth fifth sixth seventh eighth، eighth وكاتب eight. طبعا هنا eighth نكتب هنا الكلمة eighth g h t h واكتب eight وجنبها th. اوكي first second، هنا second نكتب الكلمة second واكتب هنا 2nd، اخر حرفين عندي هنا ND. اوكي first الاول، لا هنا first second third fourth fifth sixth seventh، هكتب seventh seventh واكتب هنا 7th. اوكي وهنا first يعني الاول، first الاول واكتب 1st. اوكي اوكي يلا نكمل الاكسرسايز بتاعتنا. هنا طبعا حبايبي الشطار يلا مع بعض first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth، طبعا هنا 10th اكتب هنا ايه 10th th اخرها th 10 واضيف لها th واكتب 10 وجنبها th. اوكي first second third هنا third هكتب third واكتب 3rd عشان اخرها rd. اوكي use the following picture and show the correct answer. The third child is، the third child is هنا ايه first second third، طبعا third هنا تالية يبقى هعمل circle على تالية. The first child is، the first child is mean joy، joy يبقى هنعمل circle على joy. okay the sixth child is mean six، first second third fourth fifth sixth اللي هو زياد sixth زياد، فين where زياد زياد. The fourth child is means fourth first second third fourth يبقى الفورث هنا ايه عمر. اوكي Ali is the child، Ali بيكون ايه Ali is the second، ايه second يبقى هنا اخد ايه second child طبعا التاني. هنا John is the طبعا ايه child زي ايه فينك يا جون 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 اهو first second third fourth fifth is the fifth child يعني جون هو ايه fifth الخامس. بعد كده the order of the the last child is ترتيب اخر واحد first second third fourth fifth sixth اللي هو زياد هيكون sixth. تمام هنا the last يعني الاخير مقصود بها ايه الاخير كلمة last يعني اخير اخر واحد يعني. تمام ترتيب الاخير بيكون مين اللي هو طبعا اللي هو زياد. اوكي complete the following first after first طبعا كلنا عارفين حبايب الشطار اكيد حفظهم هيحفظون كويس second third fourth وهنا fifth طبعا مش هتكفي معايا فانتوا تكتبوا حبايب الشطار هنا sixth th وهنا seventh وهكذا seventh وهنا eighth تمام وهنا ninth واخيرا هنا tenth. اوكي طبعا هتعملهم خط احلى. The second letter in the word box طبعا هنا بيسألك على second letter letter تاني حرف عندك في كلمة box اللي هو مين ال O. هنا first ال B is the first and O is the second. The order of the letter T in the word الorder بتاع ال T بيكون كم لك ال T first second third fourth fifth ال T بتكون fifth الخمسة fifth. تمام حبيبي الشطار. The order of the letter S in the word ال S هنا الترتيب بتاعها ال order بتاعها بيكون order يعني ترتيب first second third fourth يبقى ترتيبها بيكون fourth الرابع. تمام يلا نكمل. Use the following picture write true to the correct statement and false to the incorrect statement. بيقول ايه the order of the cat is the fifth هل الكات هي الفيفث تعال نشوف first second third fourth fifth yes الكات هنا ايه fifth يبقى نعمل true. بقولي the seventh animal is lion اللاين هو seventh تعال نشوف first second third fourth fifth sixth يبقى الانيمالز مش seventh it's animal sixth. اوكي dog it in the second place الدوغ بيقولك في second طبعا لو لاحظنا first second third الدوغ هنا third مش second
اوكي هنعمل فولز. طب بيقول لي the first animal is a hen. الفيرست انيمال بيكون هن الدجاجة. yes that's right. اوكي the order of the cow is eighth. بيقول لك ان الكاو هي الايث. تعال نشوف first second third fourth fifth sixth seventh eighth. yes that's right. طبعا بتكون the order of the cow is eighth. zebra is in the third place. بيقول لك ان الزيبرا في الثيرد. لو لاحظنا هنلاحظ ان الزيبرا ايه second. يبقى first second. يبقى الزيبرا كده not طبعا not third. تمام. giraffe is the fourth animal. بيقول لك ان الجراف الزرافة هي الفورث animal. رابع حيوان. تعال نشوف first second third fourth. yes giraffe is the fourth. yes the order of the elephant is sixth. ترتيب الاليفنت بيكون sixth. تعال نشوف first second third fourth fifth sixth. طب ده هنا اللاين. يبقى في الحالة دي هيكون ايه false. تمام. انا حابب الشطار بيقول لي solve the story problem. حل المشكله الكلاميه او المساله الكلاميه اللي قدامك. احمد is standing. طبعا هنا الكلمه دي فيها غلط بسيط بس مكان التي هنحط حرف الدي. يبقى standing behind سلمى. يعني احمد يقف خلف سلمى. يعني انا عندي هنا سلمى سلمى واحمد طبعا موجود ورا سلمى. احمد بعدها. تمام. بعد كده كمل behind سلمى. سلمى is standing behind Mark. يعني سلمى ورا مارك. يبقى معناها مارك قدام سلمى. yes كده مارك قدام سلمى. هنا بيقول لي مارك and the mark the order of Mark is second. يعني مارك ده تاني واحد. معناها ان في حد قدامه هنا. معناها ان في حد ايه قدامه هنا. طب يلا نكمل مع بعض. Of the mark is the second. What is the order of each of Ahmed and Salma? هل أحمد الكام على كده؟ أنا عندي mark second. يبقى هنا سلمى هتكون إيه؟ سلمى هتكون third. يبقى سلمى دي هتكون third. وأحمد هيكون إيه؟ أحمد هيكون fourth. أوكي؟ أحمد هيكون fourth. يبقى سلمى third وأحمد هيكون fourth. يلا نكمل بالإكسرسايز بتاعتنا حبايبي. هنا حبايبي شطار في الإكسرسايز الجميل ده بيقول لي write first, second, third to show what happened. يعني عشان تشوف ايه اللي حصل. طبعا ملاحظين ان الولد الجميل ده بيعمل ايه؟ بيعمل البالون بتاعه. بينفخ البالون بتاعه. طب اول حاجه عمل ايه؟ بدا هنا first. بدا ينفخ. يبقى هنا 1 is city first. بعد كده اتنفخت معاه كده 2 ND. اخر حاجه عملت ايه؟ فرقعت في وشه كده 3 RD. يعني third. يبقى first second third. لازم ابني يحفظ الاختصارات. first 1 is city second 2 ND third 3RD. اوكي تعال نشوف البنت الجميله دي. الجيرل دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بدات راح تركب العجله بتاعتها. هنا طبعا لسه هتبدا. هنا دي المديل. اخذت المديل. اول حاجه هنا بتسوق العجله بتاعتها البايسكل بتاعتها. يبقى ده نمبر 1 هنا. ويبقى 1 اس تي فيرست. اوكي سكند هنا فازت بالسباق بتاعها. يبقى 2 ان دي يعني سكند. تاني حاجه اخر حاجه اخذت ايه؟ الميداليه بتاعتها ثيرد 3 ار دي. اوكي اوكي تعال نشوف هنا الست دي بتعمل ايه. هنا حبايبي شطار طبعا بتعمل كيك. از ميك ا كيك يعني بتصنع كيكه. طيب از ميكس ا كيك يعني بتصنع كيكه جميله كده. تعال نشوف اول حاجه هتعمل ايه. عملت اول حاجه الانجريدينتس الخلطه بتاعتها. يبقى كده ايه اول حاجه دي نمبر 1 اللي هي فيرست اول حاجه. بعد كده حطيتها ايه؟ حطيتها في الستوف البوتاجاز. البوتاجاز بتاعها يبقى دي 2 ان دي. دي تاني حاجه. اخر حاجه عملت ايه؟ طبعا الكيكه استوت بيت جميله جدا جدا عشان ناكلها. يبقى ده ثيرد 3 ار دي. اوكي تعال نشوف الولد الجميل ده. اول حاجه ايه؟ ويك اب استيقظ. تمام ويك اب يستيقظ. يبقى هنا هكتب 1 اس تي فيرست. اوكي سكند طبعا هياخد ايه؟ البريكفاست بتاعه. يبقى 2 ان دي سكند. اخر حاجه ثيرد جو تو سكول. يبقى هروح المدرسه دي نمبر 3 يعني ثيرد. اوكي رايت ذا اوردينال نمبر اوف مريمز ديلي روتين. روتين يعني مريم بتعمل ايه في يومها. رتبهم لي. تعال واحده واحده كده نبدا مع بعض. يا ترى مريم بتعمل ايه؟ اول حاجه صحيت الصبح 1 اس تي يعني فيرست. طب سكند اكيد هتعمل ايه؟ اكيد لما الواحد يصحى الصبح بيعمل ايه؟ بياخد البريكفاست بتاعه. يبقى دي 2 ان دي اخذ الفطار بتاعها. بعد ما ياخد الفطار بتاعه بيعمل ايه؟ اكيد بيروح المدرسه صح؟ جو تو سكول. يبقى دي نمبر 3 ثيرد. دي ثيرد الثالث. بعد كده بيعمل ايه؟ دخلت الفصل بتاعها. يبقى كده فورث الرابع. فور طبعا ايه؟ تي اتش.
بعد كده بعد ما خلاص راحت الفصل بتاعها اكيد هتعمل الهوم وورك بتاعها صح؟ يبقى كده 5 تي اتش حبايبي الشطار. اخر حاجه هتروح تعمل ايه؟ اخر اليوم بتاعها هتعمل ايه؟ هتروح تنام، go to sleep صح ولا لا؟ يبقى اخر حاجه 6 go to sleep. كده خلصنا حبايبي الشطار الدرس بتاعنا. اللسن بتاعنا سهل وجميل جدا 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 وبسيط جدا 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 جدا. كل الناس يا ريت تشترك في جروب التليجرام، يا ريت الناس تشترك في جروب التليجرام، هسيبهولكم في صندوق الوصف. لو ما تتابعوني ما تنسوش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.